الدخول على النساء، يحرم على المسلم أن يدخل على النساء. الأصل أن الرجال يبتعد عن النساء، لا اختلاط في الإسلام بين الرجال والنساء. الإسلام من بان أنيا أو يين جو تكان سطري متي برا جام باي بروتستات أنوشنا أم بي سطري لاي من أك دي لام في موتني باي لاي. الآن في المساجد أي لون في المسجد هل الرجال يصلوا مع النساء؟ تا برا سن بحيان ريكا ماي بنكم في موتني سطري لاي رتي لا تي. هذا في المسجد الرجال يبتعدوا عن النساء. كذلك في الجلوس في الزواجات لا يمكن أن يختلط الرجال بالنساء. هذا يقول هذا بيت أخي وهذه زوجة أخي. سئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بسوتها. سئل عن أقرباء الزوج. سو أمبي نجتها ربنا. قال الحم والموت، هذا الموت الدخول على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أنشلايتها الحم. يعني أقرباء الزوج. أقرباء الزوج. نكتب هان رجع عن أول ربا بينه كسلام الحموه والموت. نعم. إذا لا يمكن أن المسلم يدخل على النساء الأجانب. دوتشنا برا جنة إسلام تمن أجو تكان سطري باتي. لا يلين مع المرأة في الكلام. هاي كان من أجو جيل جاسم دايتون كلون بعد. يعني الآن أرى تهاون في كلام الرجال مع النساء. دوتشنا هاي لو نيك يوم كيرانا لو نين كا نجي داوي في برحة أم في برحة كان سطري. الإسلام أغلق هذا الباب بغض البصر وأن لا تتكلم بكلام لين، لا تتكلم في أي وقت. الإسلام في بان بط نو ترى موينيك تايم بجي تابت نيك تدوتي تاني جيسدي. ثم عندنا في المجتمع يعرف النساء يعرف بعض الرجال، يقول هذا لا يتكلم مع النساء، هذا الرجل يبتعد عن النساء، وهذا الرجل يقول هم النساء يعرفوه، يقول هذا لا يبالي ويتكلم مع كل مرأة. من براخلة تروبان تسكول ها مدان يجي في موينة براخ هاي من براخلة تروبان تلبيها تيملوك دان يجي من بكان يجي في موينة ستري ឬក៏និយាយទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់